صباح الخير عليك منا، وصباح الخير عليك شازلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، بالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة دلوقتي مش بتأثر أبدا على معدل الحركة المرورية، وده لحد منطقة رمسيس. بعدين هيكون في سيولة مرورية عند نزلة غمرة، بعد كده بتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وبرضو مش مؤثرة على امتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو لمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، وده نتج عن بعض التحولات المرورية بسبب عمل ربط لمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي. أما شارع بورسعيد من عند نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأمرية. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية إنما نسبية، بتقل شوية للي قادم من مناطق حلوان متجه للمعادي والمقطم. مطلع المقطم كمان المتجه لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. هناخد بالنا كمان أنه تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي، وده لمدة شهر اللي بيستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير حركة المرور هناك. كمان الإدارة العامة للمرور عينت خدمات مرورية، وده بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتطمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد في منطقة المجزر الآلي، وده اللي بيستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد ولحد شارع الجزائر. في كمان تحويل حركة المرور اتجاه شارع المذبح، وده لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري. هنكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، وبالتحديد من شارع الهرم اللي كمان بيشهد كثافات مرورية برضو بسبب غلق الشارع كليا في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروة. محور 26 يوليو هنلاقي عليه كثافات مرورية للي قادم من أكتوبر ومتجه لميدان لبنان، وفي الاتجاه الآخر هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة للي جاي من كوبري 15 مايو ومتجه لمدينة 6 أكتوبر. وبرضو هناخد بالنا أن الإدارة العامة للمرور أغلقت إغلاق كلي لبعض مطالع ومنازل كوبري 15 مايو وأحمد عرابي، وده لمدة شهرين ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، طبعا وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة سير السيارات. وتم إجراء بعض التعديلات المرورية وعمل بعض المحاور البديلة، وكمان تم غلق ميدان سفنكس كليا وتحديدا الاتجاه المؤدي لشارع أحمد عرابي لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة، وده كمان لمدة شهر هتنتهي يوم السبت الموافق 10 ديسمبر، وده على أن تكون الأعمال يعني شغالة على مدار الـ 24 ساعة، وده في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين نطاق محافظة الجيزة وضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل. نروح لمحافظة اسكندرية، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة موجودة بالتحديد عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي. كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي. كمان في كثافات إنما متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما في الشوارع الجانبية فهنلاقي فيها سيولة نسبية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد مدينة أسوان، وهنتابع الحالة المرورية هناك، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة بتشهد سيولة مرورية. وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية شوية. إنما كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية البسيطة. كده خلصنا جولتنا المرورية، ونرجع تاني لمحمد ومنا نتابع معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.